السلام عليكم متابعين قناة ميدان، كي دايرين؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وفي احسن الاحوال. اليوم عندي لكم واحد الوصفة ديال واحد الكويرات ديال البطاطا بالفرماج، سهلين في التحضير، كيصلحوا تزيدوهم مع شي اكلة الا درتوها، ولا كتقدو تاكلوهم بوحدهم بحال هكاك نيت. الوغ بالنسبة للمقادير اللي غادي نستعملو في هاد الوصفة، عندنا بطاطا مسلوقة في الماء كتخليوها حتى كطيب حتى كتولي رطبة طيبة، جوج معالق ديال لاشابلوغ ديال الخبز محمر او مطحون، كرات ديال الموتزاريلا شي 12 حبة تقريبا، واحد البيضة وجوج كيريات، تقدو تعوضوهم بفخوماج محكوك، ونبغيو حتى شوية ديال الملحة. هادشي هما المقادير اللي غادي نستعملو في هاد الوصفة. دابا الطريقة، بالنسبة للطريقة راه سهلة، كنشدو هاد البطاطا كنطحنوها في الطحان، طحانة ديال ليد، ولا كنستعملو هاد الآلة اللي كتعجن البطاطا. انا كتجيني هادي بلو براتيك، كنعجن بها بطاطا بحال هكا. الطريقة راه سهلة، كنديروش قوة الماعن، صافي. من بعد كنزيدو عليه شويه ديال الملحه على حسب الذوق، البيضه، كنديروا البيضه، كنديروا فرماج، وكنديروا لا شابلوغ جوج معالق كبار، صافي. وكنبداو نجمعوهم، صافي. ها العجينه ديالنا واجده. دابا هكا كنشدو كنكورو واحد الكره بحال هكا، وكنديروا فيها واحد لابول من هاد الفرماج، وكنسدو عليها. هذه هي الطريقه اللي كنخدموهم، صافي كنكملوهم كاملين. غنعاود معكم الطريقه، ها نتوما كنشدو واحد الكره كنبغزوها شويه، كنديرو وسط منها فرماج، كنسدو عليها وكنكورو بحال هكا، تنبقاو مستمرين حتى نكملو الفخوماج اللي عندنا كامل. كنحاولو ديك الفرماج نخشيوه مزيان من الداخل، باش ملي كنقليوها ما كيخرج ليناش الفرماج.
من بعد ما شكلنا الكويراس ديالنا، دابا غادي ندوزو المرحلة الثانية اللي هي غادي نفندو هاد الكرات في الطحين والبيض، عاد نديروهم يتقلاو في الزيت. بالنسبة للمكونات اللي غادي نستعملو، عندنا شوية ديال لا شابلوغ، شوية ديال طحين أبيض، واحد البيضة، والكرات اللي ديجا خدمنا. هاد البيضة كنديرو ليها شوية الملحة، كنحركوها شوية واحد شوية ماشي بزاف، صافي. والطريقة اللي كنديرو هي كنشدو الكرة كنديروها في الطحين هو الأول، من بعد كنديروها في البيض، ومن بعد كنديروها في الخبز المحمص. صافي، وتنبقاو مستمرين حتى نكملوهم كاملين، طحين البيض الخبز المحمص. صافي، تنبقاو غاديين حتى نكملوهم كاملين. طحين البيض والخبز المحمص. احنا شكلنا الكرات كاملين، دابا غادي ندوزو للمرحله ديال القلي. راه درت الزيت سخن، انا غادي نقليهم نورمالمون، ما خصش تكون العافيه مجهده، على الكاس بدات سخون الزيت كنبداو نلوحو الكرات ديالنا. دابا نوريكم المرحله النهائيه كيفاش دايره. ها هما من بعد ما تقلاو كنقدو نقدموهم بهذه الطريقه هذه كما شفتوني درت مع واحد لاصوص. ديال الثومه كيجيو بها زوينين. كيجيو بنان ومقرملين. نتمنى الوصفة تجربوها. وتعجبكم ان شاء الله. بالنسبة للداخل ديالها راه نوريكم كيفاش دايرة. شتي كتيجي فرماج دايب وكيتجبد